نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم عقد صفقة بمليار و280 ألف دولار مع أديداس المصنع الألماني للتجهيزات الرياضية. أديداس الراعي للفريقين الألماني والأرجنتيني اللذين تنافسا في المباراة النهائية لكأس العالم لهذا العام سيكون البديل عن نايكي في تجهيز ورعاية العملاق الإنجليزي في الموسم المقبل. هذا وكان المصنع الأمريكي نايكي قد بدأ بتجهيز فريق الشياطين الحمر منذ عام 2002.